تمر بلدنا بمرحلة من أخطر مراحل حياتها، مرحلة انتقال من حال فساد وظلم وسوء معاملة لأهلها إلى حال حرية وكرامة وعزة بإذن الله مستمرة، نالها هذا الشعب العظيم بيده، ووقف في سبيلها أبناؤه من الرجال والنساء والمسلمين والأقباط والصغار والكبار، وقفوا 18 يوماً في شوارع الوطن كله وميادين البلاد كلها ينادون بحقهم في حياة أفضل من الحياة التي عاشوها من قبل، وفي مستقبل أجمل من المستقبل المظلم الذي كنا نخشاه ونرجو ألا يكون. عاش أبناء هذا الوطن الكرام الصابرون المرابطون المثابرون 18 يوماً يطالبون بحق واحد لهم، هو حقهم في أن يزول الظلم، في أن يزول الظلم والاستبداد وينكسر القهر والطغيان وتتحقق حريتهم. وهذا مطلب واحد من مطالب هذا الشعب العظيم ومن مطالب هذه الثورة الكريمة، ثورة 25 يناير 2011. لكن تحقق المطلب الأول لا يعني انتهاء العمل، بل إنه يعني ابتداءه. تحقق المطلب الأوحد في تلك الأيام لا يعني أن كل ما نريد قد وقع، وإنما يعني أن أول الطريق إلى ما نريد قد مهد، وبدأ العمل في تثبيت قواعده وإرساء أركانه. يعني أن الواجبات التي تقع على عاتق الأمة قد بدأت واجباً بعد واجب. يعني أن المطالبات التي كان أهل العلم والفكر وقادة الثقافة والتدين يدعون إليها طوال 50 سنة أو تزيد قد بدأ في الإمكان تحققها، بدأ في الأفق نور يدعونا إليها ويدعوها إلينا. والذي يحقق مطالبنا كلها ويحقق آمالنا كلها ويحقق دعاء الصالحين من الإخوة والأخوات والآباء والأجداد أن نعود معاً إلى عمل منتج مفيد يصلح شأن هذا الوطن ويعلي مكانته في العالمين. أول الأعمال التي تواجهنا، أول الاستحقاقات التي يطالبنا بها وطننا، أول ما ينبغي علينا أن نقوم به هو ما سنعمله غداً، هو ما نعمله غداً بإذن الله في التصويت على ما يسمى بالتعديلات الدستورية. أقول ما يسمى لأنها في حقيقتها دستور جديد موجز محدد الأغراض والأهداف، يمضي إلى الأمام بهذا الشعب مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 13 من شهر فبراير سنة 2011. ما قصة الإعلان وما قصة التعديلات؟ أما الإعلان الدستوري فقد قال فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعبارة واضحة صريحة لا تحتمل تأويلاً ولا لبساً، قال إنه يأمر بهذا الإعلان بتحقيق إرادة الشعب الذي تجمع في ميادين مصر لإسقاط نظام حسني مبارك، قال إنه يضمن بحكم وجوده على رأس القوات المسلحة الحرية والعزة والكرامة لكل مواطن في أرض هذا البلد، قال إنه يؤكد التحرك للانتقال نحو ديمقراطية سليمة صحيحة تحفظ للشعب حقه في تداول السلطة، وفي أن لا تزيف إرادته، وفي أن لا يعبث بأصواته إذا أدلى بها في الانتخابات أو الاستفتاءات. قالت القوات المسلحة في هذا الإعلان الدستوري إنها ستدير شؤون البلاد لمدة 6 أشهر، يتم في خلالها انتخاب برلمان على أسس سليمة طاهرة نظيفة، ويتم بعد ذلك عمل الدستور الجديد للوطن الذي يحل محل الدستور المعطل المعلق
الذي توفي ولم تكتب بعد شهادة وفاته، مات ولكنه لم يكفن ولم يدفن، وهو قطعا لن يغسل، لأن الغسل لا يكون إلا لمن شهد الشهادتين وأقر لربنا بالوحدانية ولنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبعثة. دستور 1971 مات بالإعلان الدستوري الذي أعلنت القوات المسلحة فيه تعليق أحكامه، تعطيل العمل به، لكن الطريقة الفنية لإنهاء العمل به لابد أن تمر بما نحن بصدده غدا، وهو التعديلات الدستورية. قرأنا كثيراً وسمعنا كثيراً واستمعنا إلى محاورات ومناقشات كثيرة حول هذه التعديلات، وانقسم الرأي في الأمة انقساماً جلياً، وصحف اليوم شاهدة على ذلك، بين الذين يقولون نعم لهذه التعديلات، وأنا منهم وأرجو أن يكون غالبية شعبنا الكريم منهم، وبين الذين يقولون لا، وهم قوم من أهلنا وإخواننا من أبناء الوطن، لهم من كرامتهم مثل ما لأي منا من كرامته، ولهم من المحافظة على أقدارهم مثل ما لأي منا الحق في المحافظة على قدره، ولهم من حرية الرأي واستقلاله مثل ما ينبغي أن يكون لكل واحد منا من حرية الرأي واستقلاله. اختلافنا معهم اختلاف رأي ورؤية، لا اختلاف دين ولا عقيدة ولا فكرة. اختلافنا معهم اختلاف في أمر سياسي يحتمل الاختلاف، وليس في أمر شرعي قطعي لا يجوز فيه الخلاف. اختلافنا معهم فيما تختلف فيه أمم الدنيا كلها، فتخرج بعد التصويت عليه متحدة متآلفة، كما لو كانت كلها قالت كلمة واحدة، وهي في الواقع قالت كلمتين وربما ثلاث كلمات أو أكثر من ذلك. اختلافنا مع إخواننا الذين يقولون لا ويدعون للتصويت بالرفض على هذه التعديلات اختلاف إخوة من أب وأم، أبونا هذا الوطن وأمنا مياه النيل الجارية في نفوسنا جميعاً، في عروقنا جميعاً، تصنع دماءنا جميعاً. اختلاف الإخوة لأب وأم اختلاف يؤكد قضية المودة ويرسخ قضية المحبة ويقوي رابطة الأخوة ويدعم آصرة الأسرة الواحدة، لا يفرق ولا يمزق ولا يباعد ولا يبغض، وإنما يؤدي بنا إلى أن نخرج من استفتاء الغد أمة واحدة ويدا واحدة وطاقة واحدة لبناء هذا البلد الأمين مصر، التي أهلها في رباط إلى يوم القيامة. ليسوا وحدهم كما في الحديث المروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ليس هم وحدهم في رباط، وإنما لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، ولذلك استحقوا أن يكونوا خير أجناد الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتخذوا بها جند، ستفتح عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض إلى يوم القيامة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولما يا رسول الله، لماذا تكون هذه البلد التي لم تفتح بعد ولم يسلم أهلها بعد هي مصدر خير أجناد الأرض؟ لا مكة ولا المدينة ولا المهاجرون الأولون ولا الأنصار السابقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي لنا هو عمر بن الخطاب، قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، وأول الذين رابطوا على هذا الأرض صاحب هذا المسجد الشريف عمرو بن العاص فاتح بلادنا، الذي له في كل رقبة مسلم مصري منا، بل له في كل رقبة مسلم إفريقي منا أن أدخل الإسلام إلى هذه الديار، فأخرج آباءنا وأجدادنا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة الكرام، نحن غدا على أبواب لجان الاستفتاء لنصوت بما نراه حقا ويرضي ضمائرنا ويرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى في شأن هذه التعديلات. ولا يستطيع المسلم العاقل
الذي يملك إرادته بعد أن تحررت من الطواغيت والظلمة والجبارين لا يستطيع أن يقول نعم إلا وهو يعرف معنى نعم، ولا يجوز له أن يقول لا إلا وهو يدرك مآل بلادنا العزيزة بعد أن نقول لا. فأما نعم فمسوغها أن هذه التعديلات تعمل جسراً، تبني معبراً، تبني كبري بين النفق المظلم للديكتاتورية الذي عشنا فيه 57 سنة من مارس 54 إلى فبراير 2011، وبين فضاء الحرية العظيم التي نتنشق عبيرها في هذه الساحات الطاهرة المباركة. والله لقد كنت وغيري كثيرون مئات الآلاف ربما الملايين، والله لقد كنا لا نشعر بحريتنا إلا إذا وقفنا خلف الإمام نقول الله أكبر، فنستشعر في قلوبنا أن هناك عظيماً أعظم ممن تعظمهم الدنيا، وأن هناك قاهراً أقوى ممن يقهروننا في الدنيا، وأن هناك قوياً أقوى من هؤلاء الطواغيت الذين تسلطوا علينا ظلماً وعدواناً. كان هذا حالنا، ونحن اليوم نستنشق عبير الحرية في كل ساحة من ساحات الوطن، في كل شارع من شوارع الوطن، في كل غرفة من غرف بيوتنا الضيقة نستنشق نسيم الحرية، لأن الطغيان قد مضى. ما الذي يجعل بيننا وبين هذه الأيام الجميلة من يوم 11 فبراير حتى اليوم، ما الذي يجعل بيننا وبين مستقبلنا معبراً نعبر عليه إلى حرية دائمة، جسراً نمضي عليه إلى ديمقراطية حقيقية؟ هو هذه المواد التسعة المعدلة من دستور 71 التي هي معدلة من حيث الشكل، وهي في حقيقتها إعلان دستوري جديد ينضم إلى إعلان 13 فبراير فيكونان أساساً دستورياً لحكم البلاد. أساس دستوري لا يكون فيه الرئيس خالداً مدى الحياة، وإنما تكون له مدة محددة تمد مرة واحدة، إذا مدت استكمل 8 سنوات، وإذا لم تمد 4 سنوات، ثم يذهب إلى حال سبيله ويصبح لدينا رؤساء سابقون باختيارهم، بكرامتهم، بالمحافظة على ما كان لهم من احترام، بدلاً من أن يكون الرئيس السابق الوحيد هو الذي خرج بالطريقة التي تعرفونها جميعاً بعد هتافات مهينة وإشارات لا يجوز لذي الكرامة أن يقبلها على نفسه. إذا طبقنا هذه التعديلات سوف نكون بلداً كبلاد الدنيا كلها، فيها الرؤساء السابقون محل احترام وتقدير إن كانوا أحسنوا، ومحل احترام بغير تقدير إن كانوا لم يحسنوا، وهم يبقون في مناصبهم مدة محددة لا يجعلونها مدى الحياة، ولا يجعلونها أبدية أبدية، ولا يجعلونها كما يقول القذافي كل رؤساء الدنيا حيمشوا وأنا حفضل قائد الثورة الليبية إلى الأبد، حتى لو أفنى شعب ليبيا كله يبقى هو قائد الثورة على نفسه. هذا عبث لا يوجد إلا في بلاد العرب، أما بلاد الدنيا كلها فتعرف تداول السلطة، وتعرف تغير الرؤساء، وتعرف تغير الحكام بلا ثورة وبغير انقلاب. هذا النص الأول في دستورنا الذي ينقلنا من نفق الحكم الأبدي إلى فضاء الحكم المتداول الذي يتغير فيه الرؤساء. هذا الإعلان الدستوري وهذه التعديلات الدستورية تجعل الرقابة على جميع أنواع الاستفتاء والانتخاب للقضاء المصري الحر المستقل. وقد كنت أسعد الناس بالأمس عندما رأيت القضاة يناقشون ويقبلون ويرفضون ويتداولون عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة آراءهم المخالفة لآراء لجنة الاستفتاء على التعديل الدستوري. لقد عشنا عمر لجنتين سابقتين للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية اللتين رأساهما المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، فلم نسمع صوتاً واحداً يقول عمل اللجنة فيه خطأ، ولم نسمع رجلاً شجاعاً واحداً يقول أنا لن أساهم في الانتخابات لأن هذه المساهمة في عمل لا أقره لا ترضي ضميري، ولم نسمع جماعة من الناس وقفت تقول للجنة أخطأت هنا وهنا وهنا، وقد كان خطأها في عشرات المواضع لا في أحدها.
سمعنا وقرأنا أصوات قلة من الناس حافظت على كرامتها وحافظت على كلمة الحق على لسانها وعلى أسنة أقلامها، كانوا لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، لكن الجمهرة الكاثرة من الناس كانت تعيش تحت القهر والطغيان. كانوا طيبين، كانوا صالحين، كانوا مؤدين للفرائض في خشوع وإخبات، لكنهم لم يكن لديهم من الشجاعة الأدبية ما يجعلهم يقفون في وجه الطاغية ويقولوا لرجاله وعماله إن هذا الطغيان لا يجوز. اليوم بعد أن انتصرت ثورتكم في ميادين مصر كلها وزال الطغيان، عادت الشجاعة إلى قلوب الرجال، وعادت الجرأة إلى الألسنة المبينة البليغة، تقول ما تشعر به في أعماق الأفئدة، وتعبر عما تجده صحيح الشعور في نفوسها، ولا تخاف في ذلك أحداً، لأن الخوف من الطغيان قد كسر، ولأن الأصنام قد تحطمت، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. أيها الإخوة المسلمون، هذه التعديلات التي نصوت لها غداً تجعل أمر انتخاباتنا واستفتاءاتنا كلها بيد لجان قضائية من هؤلاء الأحرار القادرين اليوم على أن يعبروا عما يريدون ويفرضوا الحق الذي يرونه حقاً. وهذا مكسب لو تعلمون عظيم، يعيد إلى إرادتنا استقلالها، وإلى تصويتنا كرامته، وإلى حقنا في الإرادة الحرة ثباته وقيمته ومكانته. ولا يسمح لأحد أن يزيف الأصوات، ولا يصوت عن الموتى، ولا يصوت عن المسافرين إلى الخارج، لأن العمل الانتخابي بموجب هذه التعديلات سوف يصبح منذ إعداد الجداول إلى إعلان النتيجة بيد قضاة عدول لا يخشون في عملهم إلا الله تبارك وتعالى. هذه التعديلات أيها الإخوة قضت على أسطورة الطوارئ. لعلكم تعرفون أننا نعيش في ظل حالة الطوارئ، يعني الأحكام العرفية، منذ 57 سنة. فقدنا منها سنة ونصف في عهد السادات، وشيل من 57 سنة سنة ونص، يبقى 55 سنة عايشين في ظل الطوارئ. تتجدد الدستور يقول لمدة محددة. قالوا ما له مدة محددة؟ بدل شهر تبقى 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر جعلوها سنة، ثم بعد سنة جعلوها 2 سنين، ثم جعلوها 3 سنوات، ونحن في 25 سنة الأخيرة تجدد فينا الطوارئ 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات، حتى أصبحت الطوارئ مؤبدة. إن مدة الحكر، الحكر المنطقة دي كلها أحكار، مدة الحكر في الفقه الإسلامي 50 أو 70 أو 90 سنة. نحن أخذنا أدنى مدة الحكر طوارئ، جعلنا 50 سنة طوارئ أو 52 سنة طوارئ بدعوى أنها مؤقتة. جاء هذا التعديل، وتعرفون معنى الطوارئ؟ البيوت تتفتش بغير إذن، الإنسان يقبض عليه في الشارع بغير سبب، يعتقل. والله لقد كلمني أخ كريم لا أعرف شكله، كلمني في الهاتف قبل عدة أيام وقال لي يعني كلاما طيبا مما نقوله لبعضنا، قال لي أنا منذ 22 سنة في المعتقل لم يسأل عني أحد. فقلت له أنت وحدك؟ قال لا، نحن من محافظة كذا وكذا، من محافظة الصعيد، نحن 42 رجلا لم يسأل عنا أحد طول 22 سنة. جاءت هذه التعديلات أيها الإخوة فجعلت الطوارئ لا تعلن إلا في أحوال الضرورة القصوى بموافقة مجلس الشعب في خلال 7 أيام. فإذا كان المجلس غير منعقد يدعى في خلال 7 أيام لتعرض عليه حال الطوارئ، تعلن أم لا تعلن. وقالت إن أقصى مدة للطوارئ بموافقة مجلس الشعب هي 6 أشهر، لا يجوز أن تزيد عن ذلك قطعاً، إذا كان في كارثة، في زلزال، في حرب مع العدو، يبقى 6 أشهر. ما عدا ذلك يعمل استفتاء شعبي يقرر الشعب فيه الموافقة. وقد سألت بعض إخواني الذين كانوا يناقشون معي هذا النص، وقلت لهم هل ترون سبباً يجعل التعديل الدستوري يقول يصوت الشعب في الاستفتاء على الطوارئ بالموافقة؟ قالوا طبعاً، لأنه لو قيل تعديل دستوري بس بالاستفتاء بس كانوا عملوا استفتاء وطلعت نتيجته لا، قالوا الطوارئ ماشية، طلعت نتيجته قالوا الطوارئ ماشية. فجاء هؤلاء وقالوا يصوت الشعب فيه بالموافقة. هل ترون هذا الشعب العظيم سيقبل الطوارئ مرة أخرى إلى أبد الآبدين؟ هذا محال.
هل ترون أن مجلس الشعب الذي تنتخبونه بإرادتكم الحرة يقبل الطوارئ بغير سبب وجيه موجب لها؟ هذا محال. إذن خرجنا من نفق الطوارئ الذي لا نهاية له إلى فضاء الحرية الواسعة. هذه التعديلات أيها الإخوة أسقطت من النظام السابق ومن كل نظام لاحق حقه في ترشيح الرئيس على هواه، وحقه في الإتيان بالرئيس على مزاجه. أصبح الرئيس يأتي بتزكية من 30 نائباً في مجلسي الشعب والشورى منتخبين، مش أي 30 نائب معينين ما لهمش دعوة، منتخبين. طيب ما فيش 30 نائب، يأتي بتزكية من 30,000 مواطن في 15 محافظة على الأقل. لماذا؟ لأن المطلوب أن يكون الرئيس له شعبية جدية، شعبية حقيقية. متوسط أصوات النواب في النجاح من 1000 إلى 1500، يعني 30 نائب حيساولنا 30,000 وزيادة. 30,000 مواطن، 30,000 ناخب، هذا عدد كبير ليس عددا قليلا للتزكية. بعدين إذا ما كانش ده ولا ده يبقى حزب له مقعد في البرلمان، لأن الحزب لا يرشح واحدا، يرشح عشرات الناس، فهتبقى مجموع الأصوات مساوي تقريبا للمعادلة بتاعت 30,000 صوت. فهذا طريق عدل لترشيح رئيس للجمهورية، إذا رشح بهذا الطريق وراضيناه اخترناه، وسيرشح بهذا الطريق عشرات ونختار منهم من نراه مناسبا. إن أحسن العمل في مدته الأولى جددنا له، إن أساء العمل في مدته الأولى لم يركب على رؤوسنا إلى يوم القيامة، وإنما 4 سنوات يروح مع السلامة ونأتي بغيره كما نحب أن يكون رئيسنا. أنا لا أريد أن أطيل في الكلام عن تفاصيل التعديلات فحضراتكم تعرفونها، لكنني أريد أن أقول إلى أين تقودنا. تقودنا إلى اختيار مجلس شعب حر نختاره بأنفسنا، لا مجلس بلطجية ولا مجلس مزورين ولا مجلس الذين يشترون الأصوات ولا مجلس كمبيوتر وزارة الداخلية، لا، مجلس يختار الناس فيه ممثليهم اختيارا حرا. هذه أول مسألة، تجعل هذا المجلس المختار اختيارا حرا، هو مجلس الشورى المختار كذلك، تجعلهما مطالبين في أول مدتهما باختيار جمعية تأسيسية تضع لنا دستورا جديدا كاملا للبلاد، تجعلهما مشرفين على الانتخابات الرئاسية الأولى التي ستجري بعد إعلان مجلس الشعب ومجلس الشورى، ملزمين أن يعملوا، لأن النص يقول يجتمع الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى بمجرد انتخاب المجلسين. كلمة يجتمع في القانون ويقرر ويفعل تعني وجوب إثناء بوجوب الفعل على من أسند إليه. المسند إليه هنا الأعضاء غير المنتخبين في المجلسين، الفعل هو اختيار اللجنة الدستورية. تجد مثلا في قانون الجامعات يقول يجتمع مجلس الكلية مرة في كل شهر، يقدر ما يجتمعش؟ ما يقدرش. تجد يقول مجلس الكلية يرشح البعثات، يقدر ما يرشحش؟ ما يمكنش. يقوم المدرسون والأساتذة المساعدون والأساتذة بإلقاء الدروس، هل يقدروا ما يلقوش الدروس؟ كل فعل مضارع في القانون يا إخواني يفيد وجوب الفعل المذكور فيه إلى من أسند إليه. فيجتمع الأعضاء غير المعينين، يعني يجب أن يجتمع الأعضاء غير المعينون، دي لغة القانون التي تعرف عليها الناس في الدنيا كلها. وبالمناسبة حتى في القوانين الأجنبية يأتي الفعل بصيغة المضارع أيضا على من يجب عليه أن يقوم به. فهما ملزمان، المجلسان ملزمان بأن يشكل هذه الجمعية التأسيسية في خلال 6 أشهر من انتخابهما. ليه 6 أشهر؟ لأنه الأعضاء دول مش هيقعدوا زي ما احنا قاعدين كده وبعدين واحد يجيب لهم كوبايتين شاي ويقول والله أنا بحب الدكتور سالم عبد الجليل خليه يجي الجمعية التأسيسية يومه 5 6، والله ده احنا سمعناه في جامع عمرو وكان خطيب عظيم جدا خلينا نجيبه. لا، هتأتيهم قوائم من المؤسسات المدنية المصرية، النقابات والنوادي وأعضاء هيئات التدريس والجامعات والنوادي الرياضية أيضا، النقابات المهنية، الجهات الثقافية المختلفة، سترسل قوائم بمن يستحق في نظر كل جهة أن يكون عضوا في هذه الجمعية التأسيسية. لأن الجمعية التأسيسية مش قانونيين بس، ده لو قانونيين بس تفسد، ينبغي أن تكون معبرة عن الشعب كله، عن عماله وفلاحيه وجامعيه، أطبائه ومهندسيه ومحاميه ومحاسبيه، فلاحيه وعماله، رجاله ونسائه، مسلميه وأقباطه، مؤمنيه وملحديه، ينبغي أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن كل هؤلاء.
فلا يمكن أن يأتوا هؤلاء أن يأتي هؤلاء من قرار داخلي للمجلسين، إنما سيأتون من مجموعة من الترشيحات والتوصيات ترسل إليهم عبر الهيئات المختلفة. هذا طبعا كلام أنا أقوله اليوم وهو سابق لأوانه، لكن لأن السؤال جرى عنه كثيرا فأنا أشرحه وأحاول أن أبينه. بعد أن تأتي هذه الجمعية التأسيسية وتصنع لنا الدستور الجديد ويكون الرئيس في هذه الأثناء بالتزامن مع هذه الأحداث قد انتخب، سينتخب على غير أساس دستور 71. صلاحيات الرئيس الكارثية المقررة في دستور 71 ذهبت أدراج الرياح، انتهت مع تعليق هذا الدستور وتعطيله. وما اللي هيحصل إيه؟ هيحصل إنه المجلس المنتخب مجلس الشعب والشورى يقترح مجموعة من الصلاحيات على محددة جدا، يصدر بها إعلان دستوري مؤقت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن المجلس لازم يمشي بمجرد انتهاء الدستور الجديد. فقبل أن ينتهي الدستور الجديد ستصدر مجموعة قليلة من الصلاحيات للرئيس المؤقت ده. إن هذه اللجنة المسمى بالجمعية التأسيسية ستضع دستورا جديدا للبلاد يترتب عليه إما بقاء هذا الرئيس لمدة 4 سنوات إذا نص فيه على الدستور، وإما أنه يروح خلاص خلصت مدته لأنه في شروط جديدة لانتخاب رئيس جديد، إما بقاء المجلس ده مؤقتا لمدة 4 سنوات الأولى بتاعته، وإما زواله أيضا والانتخاب لمجلس جديد. لماذا كل هذا التعب؟ لماذا كل هذا الإرهاق في الانتخابات المتوالية؟ لماذا كل هذا الجهد والمال يبذل لكي يعيش الوطن لأول مرة حرا؟ لكي نضع دستوراً لأول مرة في تاريخنا عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة. دستور 23 منحة من الملك، دستور 30 منحة من الملك، دستور 56 بقرار من جمال عبد الناصر، الإعلان الدستوري 53 بقرار من عبد الناصر، دساتير الوحدة كلها بقرار من مجلس قيادة الثورة أو المجلس الاتحادي اللي كان بمصر وسوريا. لم يضع المصريون في تاريخهم دستوراً بلجنة ينتخبونها. عندما طالب بعض رجال القانون الأخيار عبد الحليم الجندي رحمة الله عليه وغيره من رجال القانون في سنة 71 بتشكيل لجنة تأسيسية بالانتخاب لوضع الدستور، اخترع لهم الرئيس محمد أنور السادات، وقد كان رجلاً يحسن الإبداع، كان رجلاً فناناً مبدعاً، قال لهم بدلاً من أن تصنعوا لجنة تضع الدستور شكلوا لجان تستطلع آراء الناس في الجمهورية. فشكلوا 30 لجنة في محافظات مصر كلها تستطلع الآراء عن طريق السؤال والجواب، فجاءت اللجان ب91 رغبة. كانت الرغبة الأولى التي حصلت على أكثر صوت في هذا الاستفتاء أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فقال الشطار خلينا نقول إنها مصدر رئيسي، ونحن في علم القانون وفي علم اللغة نعرف أن مصدر رئيسي والمصدر الرئيسي في الدستور قد بعض، ما دام الدستور لم ينص على مصدر آخر يبقى هو المصدر الأول ده اللي نروح له الأول، هو اللي جاب الدستور. ومع ذلك لعبوا على مشاعر المسلمين وحركوا عواطفهم الدينية في سنة 80 وأعادوا تشكيل هذه العبارة بإضافة الألف واللام إلى المصدر والرئيسي لكي تمر معها مدد بدل من مدة. كان تجديد الرئاسة 6 سنوات لمدة تالية، فجعلوها لمدد تالية. صنع ذلك الرئيس السادات الله يرحمه ويغفر له ولم يستفد منه ولا يوم زيادة، إنما استفاد منه محمد حسني مبارك فحكمنا 5 مدد ب30 سنة، ولو شاء الله لو شاء الله لكان حكمنا 10 مدد، لكن لم يشاء. طيب يا إخواني، هذه التعديلات تخرجنا إذا قلنا نعم من نفق الدكتاتورية المظلم إلى فضاء الحرية الواسعة. إذا قلنا لا، إلى أين سنذهب؟ سنذهب إلى شيء قد يكون وردياً مضيئاً مشرقاً، وقد يكون أسود مرباداً كالكوز مجخياً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب التي رانت عليها السيئات، قال أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، يعني زي اللبن الحليب، وأسود مرباداً مترب وقذر كالكوز مجخياً زي الكوز المقلوب، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. إما أن نخرج إلى أبيض مثل الصفا إذا قلنا نعم وهذا نعرف مصيره، وإما أن نخرج إلى شيء قد يكون كذلك وقد يكون أسود مرباداً. ما الذي يصنع بنا أي الأمرين؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي بيده زمام إدارة الأمر اليوم،
فإن قلنا نعم حددنا له طريقا لا يستطيع أن يسير في غيره، وهو أن ننتخب البرلمان ونصنع الدستور إلى آخر ما قلت. وإن قلنا لا أعدنا إليه العصمة والحرية يصنع فينا ما يشاء، فإننا شعب لم نقرر أن نختار لأنفسنا، وإنما تركنا غيرنا يختار لنا. ولا يجوز لأحد أن يندم إذا اختار لنا هذا المجلس ما لا نحب، لأننا نحن الذين رددنا الأمر إليه، نحن الذين أعدنا الكرة إلى ملعبه كما نقول في ماتشات الكورة، نحن الذين تركنا الصولجان في يده يلبسه من يشاء. لكن لو قلنا نعم قد حددنا له طريقا لا يستطيع أن يسلك غيره، لا تقودنا إلى شيء لا نعرفه، نعم تقودنا إلى شيء نعرفه. كان في زمان حكاية بتحكي لنا جدتنا سكة السلامة وسكة الندامة وسكة اللي يروح ما يرجعش، فنحن في نعم مع سكة السلامة بغير جدال، نحن في لا إما مع سكة الندامة وإما مع سكة اللي يروح ما يرجعش. اللي يروح ما يرجعش يا جماعة لأن السيد جمال عبد الناصر عندما أخرج المظاهرات المكذوبة يوم 26 و 27 مارس سنة 54 تهتف لا للدستور، لا حرية بعد اليوم، يسقط المحامون الخونة، وانتهى مسيرها إلى مجلس الدولة حيث ضرب على رأسه الأصلع بالحذاء عبد الرزاق باشا السنوري رئيس المجلس وأكبر قانوني في تاريخ العرب المعاصر، ضرب بالحذاء من ضابطين من ضباط الجيش على رأسه في مكتبه، وكتب يومها في مذكراته وعندي صورتها بخط يده: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ووقع عبد الرزاق السنوري. هذا يوم 26 مارس سنة 54، من يومها إلى يوم 11 فبراير لم نعرف طعم الحرية ولا طعم الديمقراطية، ولم تعد عصمتنا إلى أيدينا، ولم يعد أمرنا إلى قرارنا. اليوم يقال لنا بكرة من 8 صباحا ولا 7 صباحا ل 7 مساء تستطيعون استرداد عصمتكم، وتستطيعون العودة إلى حريتكم، وتستطيعون شق طريق السلامة لوطنكم. فإن قلنا نعم فقد اخترنا ما أعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم، أعتقد اعتقادا قويا شبه يقيني أنه يقودنا إلى الخير. وإن قلنا لا عدنا إلى المجهول وتركنا عصمتنا بيد غيرنا، والله أعلم ماذا يفعل بنا وماذا يفعل مقلب القلوب والأبصار بقلوبهم وأبصارهم.